وفي إطار حرصنا على بذل كافه الجهود لمساعدة الأعمال الإنسانية والإغاثية والتي يأتي في مقدمتها الوقوف إلى جانب الشعب اليمني العزيز في معاناته الإنسانية، فإننا نعلن عن تأسيس مركز الأعمال الإنسانية والإغاثية يكون مقره في الرياض، عاملين في مشاركة الأمم المتحدة بفاعلية فيما سيقوم به هذا المركز من تنسيق لكافة الأعمال الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق، وبالمشاركة الدول الراعية للمبادرة الخليجية. انطلاقا من دور المملكة العربية السعودية الإنساني والريادي تجاه المجتمع الدولي في شتى أنحاء العالم، واستشعارا منها بأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة، بادرت بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ليكون مركزا دوليا مخصصا للأعمال الإغاثية والإنسانية. دشنت أعماله في مايو من العام 2015 بتوجيه ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله. يعتمد المركز في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية سامية ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان من العالم بآلية رصد دقيقة وبطرق نقل متطورة وسريعة، تتم من خلال الاستعانة بمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية الدولية والمحلية في الدول المستفيدة ذات الموثوقية العالية. ورعي في المشاريع والبرامج التي يقدمها المركز أن تكون متنوعة بحسب مستحقيها وظروفهم التي يعيشون فيها أو تعرضوا لها. يسعى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن يكون نموذجا عالميا في هذا المجال، مستندا على مرتكزات عدة من بينها مواصلة نهج المملكة في مد يد العون للمحتاجين في العالم وتقديم المساعدات بعيدا عن أي دوافع غير إنسانية، التنسيق والتشاور مع المنظمات والهيئات العالمية الموثوقة، تطبيق جميع المعايير الدولية المتبعة في البرامج الإغاثية، توحيد الجهود بين الجهات المعنية بأعمال الإغاثة في المملكة. إن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة السعودية لافتتاح مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية لدعم اليمن من المواقف الكبيرة التي يعتز بها اليمنيين من قيادة المملكة التي عودت اليمن على مساندته في كل الظروف وفتحت الباب أمام المجتمع الدولي ليحذو حذوها. إن الإغاثة العاجلة التي قدمتها المملكة جاءت في وقتها لتنقذ اليمن الذي يعيش الآن في أحلك الأوضاع الإنسانية جراء اعتداءات ميليشيات الحوثي وأعوانهم ضد الأبرياء دون وجه حق. في العام 2015 وفي بداية الحرب تم السماح لعدد من السفن والمراكب البحرية بدخول الموانئ بعد تنسيق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمساعدة خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بوزارة الدفاع السعودية، حيث وصلت إلى منفذ الوديعة عدة قاطرات تحمل مشتقات نفطية وشاحنات محملة بأكثر من 630 طن من مواد غذائية وإغاثية وأدوية وتجهيزات طبية، وتمر مقدمة من السفارة اليمنية في المملكة ورابطة العالم الإسلامي بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمساعدة من خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية في وزارة الدفاع السعودية. وفي السادس من شهر شوال لعام 1436 هجرية وإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لتقديم المساعدات العاجلة للشعب اليمني، أمر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي بتأمين طائرات شحن تابعة لقيادة القوات الجوية الملكية السعودية لنقل المساعدات من مستودعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة شرورة إلى عدن، حيث توالى وصول الطائرات حتى هذه اللحظة. إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يلقى اهتماما كبيرا جدا من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده
وتلقى الدعم على كافة المستويات، سواء من القيادة العليا أو الوزارات والجهات المعنية أو على مستوى مؤسسات المجتمع المدني. الجميع متعاون بشكل كبير، لأن عمل هذا المركز هو إنساني وعمل نبيل.